وللحديث مشاهدينا عن مباريات اليوم من التصفيات اليورو ينضم إلينا من القاهرة الناقد الرياضي عبد القادر سعيد. إذن عبد القادر السيد عبد القادر أبدأ معك بالتشكيلة المتوقعة للديوك الفرنسية وخاصة بعد تأكد غياب كيليان إمبابي. اهلا بيكي. طبعا النهارده المنتخب الفرنسي عنده مباراه كبيره ومباراه مهمه جدا، يمكن كان في اخبار منذ قليل عن احتماليه لوجود الغاء للمباراه بسبب لاسباب امنيه يعني، ولكن طلع مسؤولين من الاتحاد الفرنسي لكره القدم ومن الحكومه الفرنسيه ينفوا تماما يكون في اي داعي لالغاء المباراه. طبعا عارفين المباراه كمان متوتره بسبب الاحتفالات للاعبي المنتخب التركي امام البانيا في الجوله السابقه، احتفالات سياسيه اتفتح فيها تحقيق من الاتحاد الاوروبي لكره القدم، وبالتالي الاجواء متوتره ومشحونه جدا في ملعب دو فرانس. النهارده هيكون في استعدادات امنيه كبيره جدا في الملعب. كان المنتخب الفرنسي ما اظنش ان هو في افضل حالاته في الوقت الحالي. منتخب تركيا منتخب من مفاجآت التصفيات لحد دلوقتي، بيعمل نتائج جيده جدا على يعني على ابواب التاهل لليورو. هو طيب برايك هل ستكون المباراه ثائريه وخاصه بعد فوز تركيا في المباراه السابقه؟ اكيد يعني هو المباراه السابقه كمان تركيا قدرت تكسب المنتخب الفرنسي بطل العالم 2-0. اعتقد ده يعني حتى في الكوره لازم يكون في، مش هنقول صقر، ولكن يعني برستيج المنتخب بطل العالم لازم يكسب المنافس بتاعه، لازم حتى لو تاهل الى نهائيات اليورو 2020 ما ينفعش يتاهل كوصيف لكونه طبعا بطل كاس العالم الاخيره. المنتخب التركي هيكون منافس عنيد جدا، المباراه هتكون في كره القدم ثائريه، وزي ما قلت لك التوتر اللي بيسود الاحداث المباراة هيخلينا نشوف مباراة ممكن مختلفة النهاردة في تصفيات اليورو. طيب ننتقل بالحديث عن مباراة انجلترا وبلغاريا، فهي تعتبر سهلة نسبيا بالنسبة للمنتخب الانجليزي ولكنها خارج الديار، فكيف سيؤثر ذلك على الفريق الانجليزي؟ يعني هو المنتخب الانجليزي تعرض لصدمه في المباراه الماضيه امام منتخب التشيك، كان متقدم بهدف ولكن اتعمل عليه كامباك وقدر للاسف ان هو يخسر يعني بهدفين مقابل هدف. المنتخب البلغاري يعني حصد 3 نقاط فقط طوال مشوار التصفيات، ما عندوش اي امال زي ما ذكرتي حضرتك في التقرير منذ قليل، وبالتالي المواجهه منطقيا سهله على المنتخب الانجليزي، ولكن الضغوطات اللي بيمر بها الفريق بعد الهزيمه من تشيك في المباراه اللي فاتت وغياب بعض اللاعبين عن المنتخب اعتقد ده هيكون ليه تاثير كبير، خاصه ان منتخب انجلترا ممكن جدا يتأهل الليلة إلى نهائيات كأس الأمم الأوروبية في حالة فوزه وتعثر كوسوفو اللي هو بينافس أو أنه ممكن يكون ينافس على أحد المقعدين أو خصوصا المقعد الثاني لأنه بعيد شوية عن الصدارة. إذن المنتخب الإنجليزي النهاردة ما عندوش بديل غير الفوز وانتظار نتيجة منتخب كوسوفو لعله يتأهل رسميا قبل انتهاء فترة توقف الدوري، على أساس يبدأ فترة التوقف الأخيرة اللي هتكون في نوفمبر المقبل، وهو عنده أريحية شوية وهو متأهل بالفعل للبطولة. طيب وماذا عن البرتغال وأوكرانيا؟ برأيك من الأقرب للفوز الليلة؟ طبعا منتخب اوكرانيا زي ما قلنا على تركيا من مفاجآت التصفيات، منتخب اوكرانيا يمكن هو من ابرز منتخبات التصفيات لحد دلوقتي مع اندريه شيفتشينكو المدير الفني للمنتخب الاوكراني واحد اساطير ميلان قبل كده والنجم في تشيلسي، قدر ان هو يثبت اسمه كمدرب رائع مع المنتخب الاوكراني، بيتصدر بفارق 5 نقاط عن المنتخب البرتغالي. صحيح لعب مباراه اكتر من المنتخب البرتغالي، ولكن منتخب اوكرانيا بيقدم كره قدم ممتعه، كره قدم جميله، قدر يحقق انتصارات كتير، قدر يتعادل مع منتخب البرتغالي بطل اوروبا في لشبونه. النهارده عنده مباراه في الملعب الاولمبي في اوكرانيا، هو ليه افضليه كبيره جدا بسبب الملعب وبسبب الجمهور وبسبب فرقته كمان الفرقه الجيده جدا، يمكن ما عندوش اسماء لامعه كبيره في اوروبا، يمكن زينتشينكو الظهير الايسر لفريق مانشستر سيتي هو يمكن اكبر اسم موجود عند تشيفتشينكو، ولكن هو مش بيعتمد على الاسماء او النجوم، بيعتمد على الخطه بتاعته على الفلسفه اللي بيقدر يسيطر بيها على اللاعبين. الناحيه الثانيه المنتخب البرتغالي طبعا لا بديل امامه عن الفوز علشان يخش بقوه جدا في حسابات التاهل، لانه منتخب زي ما احنا عارفين حامل لقب اليورو، عنده نجم كبير جدا جدا زي كريستيانو رونالدو. رونالدو النهارده كمان على المستوى الشخصي بيبحث عن الهدف رقم 700 في تاريخ مشواره، سجل في المباراه الماضيه الهدف رقم 699، النهارده عنده فرصه يخش التاريخ من اوسع ابوابه ويسجل الهدف رقم 700، وممكن يكون ليه مفعول السحر في تاهل منتخب بلاده. الناقد الرياضي عبد القادر السعيد كنت معنا من القاهره، شكرا جزيلا لك.